صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة، والبداية مع العناوين. جرحى فلسطينيون خلال التصدي لاقتحام الاحتلال مخيم جنين، وسرايا القدس تؤكد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفه. شكري أسف لقرار بروكسل إلغاء الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بسبب عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. المدن اللي حصلت في أكثر من 5 مرات هي بتنقص آليات التنفيذ، وأنا ذكرت آليات. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن لقاء البرهان وحميدتي المقترح سيناقش إيقاف الحرب، ويؤكد رفض أي مبادرات تتحدث عن التدخل العسكري الأجنبي في السودان. في ختام زيارته للصين، اجتماع مغلق بين بلينكين وكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني في بكين. أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين صباح اليوم. المقاومون الفلسطينيون أطلقوا النار باتجاه القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها حي الجبريات في المخيم برفقة جرافة عسكرية، ما دفع الاحتلال إلى استخدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة التي لا تزال تشهد اشتباكات متواصلة. قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عاصم أبو الهيجة بعد اقتحام منزله وتدمير محتوياته في المخيم. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاوميها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات الشديدة الانفجار المعدة مسبقا في تجمع لعدد من آليات الاحتلال بشكل مباشر وأعطاب عدد منها. حول آخر التطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلم. نسرين صباح الخير، نبدأ من المشهد العام في مخيم جنين الآن. هل ما زالت الاشتباكات مستمرة بعد اقتحام قوات الاحتلال وتصدي الشبان الفلسطينيين لهذه القوات، وماذا عن عدد الإصابات؟ صباح الخير أحمد. عدد الإصابات حتى هذه اللحظة 14 إصابة، بينها 3 إصابات وصفت بالحرجة. هناك إصابة بالرأس وهناك إصابتين بالصدر، واحدة منها اعتبرت حرجة جدا. طبعا قوات الاحتلال لا تزال متواجدة في منطقة حي الجبريات وفي منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة. قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين، وحسب شهود عيان فقد شوهدت سيارة إسعاف إسرائيلية تدخل من أحد الحواجز العسكرية باتجاه المنطقة، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية أيضا في المكان، ما يشير إلى وجود إصابات في صفوف قوات الاحتلال، لأن الشبان تمكنوا من تفجير عدد من العبوات محلية الصنع بناقلة جنس أدت إلى إصابتها إصابة مباشرة. وعلى ما يبدو أن هناك إصابات بحسب الإعلام الإسرائيلي أيضا، أن العملية اكتشفت في حوالي الساعة 5:15 صباح هذا اليوم، عندما كانت قوات خاصة دخلت إلى المنطقة اكتشفها المقاومون الفلسطينيون وحاصروها وبدأوا بإطلاق النار باتجاهها، وبعد ذلك دخلت تعزيزات في محاولة لإنقاذ القوات الخاصة، لكن الشبان أيضا تمكنوا من محاصرتهم والاشتباك معهم. ووصفت الاشتباكات التي تجري في مخيم جنين صباح هذا اليوم بأنها الأعنف منذ فترة، وأن الشبان لا زالوا حتى هذه اللحظة يواصلون عملية استهداف قوات الاحتلال بالرصاص وبالعبوات محلية الصنع. وقوات الاحتلال كانت نشرت قناصة على أسطح المنازل تحديدا في منطقة حي الجبريات، هي منطقة أعلى المخيم وأعلى منطقة الهدف، يدخلون من جانبها ثم ينشرون قناصتهم عليها باعتبارها مشرف على المخيم، ويطلقون الرصاص باتجاه منازل المواطنين الذين أجبروا عدد من أصحابها أيضا على البقاء بغرفة واحدة، واستخدموا أيضا عدد من أهالي المنازل كدروع بشرية لمحاولة منع المقاومين من استهداف المنازل التي يتواجد بها جنود الاحتلال. حتى هذه اللحظة العملية مستمرة، ربما حتى تتوقف من إخراج الأبيات الإسرائيلية التي عطلت بسبب العبوات محلية الصنع. حتى هذه اللحظة أيضا لا يوجد هدف واضح لعملية الاستهداف عمليا باعتبار
العاصم أبو أرتيجا، لكن على ما يبدو أن الهدف لم يكن فقط عاصم، ربما هناك أهداف أخرى، لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عنها من قبل جيش الاحتلال ولا حتى من قبل الأهالي في المخيم. عرفوا ما هو هدف هذه العملية. مراسلتنا في رام الله نسرين سلمي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جثمان الشهيد المقدسي محمد أسامة أبو جمعة الذي ارتقى أثر إطلاق الرصاص باتجاهه أواخر أيلول سبتمبر من العام الماضي غرب رام الله. وذكر محامي مركز معلومات وادي حلوى محمد محمود أن سلطات الاحتلال اشترطت لتسليم جثمان الشهيد حصر عدد المشاركين في تسلمه ودفنه ب25 شخصا فقط، وأن تجري العملية في الساحة القريبة من مقبرة باب الأصباط حيث يدفن هناك مباشرة. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وأشار بيان للخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تعارض مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في العقبة وشرم الشيخ والعودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد وفق تعبير البيان. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صدقت على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، ومنحت الحكومة في جلستها برئاسة بنيامين نتنياهو منحت وزير المالية المتطرف بتسليل سموتريتش صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني من دون الحاجة إلى موافقة وزير الأمن وفق ما كان معمولا به. يتزامن ذلك مع تصديق المجلس الأعلى للاستيطان على بناء نحو 4560 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وفي ردود الفعل الفلسطينية المحذرة من القرار الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية حذرت إسرائيل من مخاطر قرارها وقررت مقاطعة اجتماع كان مقررا غدا مع الجانب الإسرائيلي. حركة فتح أكدت أن كل الإجراءات الاستيطانية باطلة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة. بدورها شددت حركة حماس على أن المشاريع الاستعمارية لن تمنح الاحتلال أي شرعية. أما حركة الجهاد الإسلامي فلفتت إلى أن الاحتلال لا ينجح في تمرير قراراته ما دامت هناك مقاومة في الساحات كافة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طالبت بتصعيد جميع أشكال المقاومة ضد هذه السياسات الإرهابية. أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن مخطط الاستيطان في الضفة الغربية هو مخطط قديم لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد خطط له طوال حياته السياسية. وخلال مقابلة مع الميادين أضاف البرغوثي عدم وجود حل وسط مع الحركة الصهيونية، مشددا على أن المقاومة هي السبيل الوحيد للوقوف ضدها. علينا أن نلاحظ أن نتنياهو الخبيث الذي ترفض حتى الآن الولايات المتحدة أن تدعوه لزيارتها بعد أن انتخب، هذا الخبيث يعرف أنه هناك مفاوضات جادة وجدية بين الغرب ومن الولايات المتحدة وإيران لتمرير لاستعادة الاتفاق الإيراني. نعم، نتنياهو لا يريد ذلك، حاول أن يعارضه لم يستطع أن يوقفه، ولكن يريد أن يجعل الثمن الذي تدفع الولايات المتحدة لإسرائيل هو السكوت على الاستيطان والضم والتهويد في الضفة الغربية. هذا بالضبط ما يقوم به نتنياهو الآن في موضوع على صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة، ولذلك لا نسمع من الولايات المتحدة سوى كلام عام وبيانات عامة ودون أي موقف. لو أرادت الولايات المتحدة تستطيع أن تلجم نتنياهو في 3 دقائق أن تجبره على وقف الاستيطان فورا، ولكنها لا تريد، وهو الآن يريد أن يجعلها تدفع ثمن الاتفاق إن جرى مع إيران بالسماح له بالاستيطان والتهويد بشكل واسع. في سياق آخر، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف تطبيق خطة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومته، وقال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إن حكومته ستشرع هذا الأسبوع بخطوات عملية في هذا الإطار، متهما المعارضة بإفشال المحادثات.
أعطينا المهلة شهرا بعد آخر، لم يوافق ممثلوهم على أبسط التفاهمات. كانت النية مجرد إضاعة الوقت، فيما يدرك معظم الإسرائيليين أن هناك حاجة لإجراء تغييرات في النظام القضائي. لهذا السبب سنلتقي هذا الأسبوع ونبدأ بخطوات عملية، وسننفذها بطريقة محسوبة ومسؤولة وفقا للتفويض الذي جرى تكليفنا به. بعد تأجيل العمل فيه لسنوات عديدة بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي، تل أبيب تعلن موافقتها على تطوير حقل غزة مارين للغاز شرط التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ومصر. بعد 20 عاما على تعليق الآمال بشأن تطويره واستثماره، يعود الحديث مجددا عن حقل غزة مارين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن تل أبيب ستبدأ محادثات مع مصر والسلطة الفلسطينية لبدء مراحل التخطيط لتطوير الحقل الذي يقع قبالة شاطئ قطاع غزة، وتصل كلفته إلى مليار دولار وفق مختصين. جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وافقت على هذه الخطة. الشركة التي ستقوم بالتنقيب ستكون شركة أجنبية، والإشراف سيكون من مصر، إضافة إلى مشاركة أمنية إسرائيلية، حيث ستتأكد إسرائيل من عدم وصول أي شيء من هذا الغاز إلى حماس. الحقل هو الأول الذي يكتشف في مياه شرق المتوسط في نهاية تسعينيات القرن الماضي، لكنه ظل على حاله بسبب تعنت الاحتلال ورفضه السماح باستثماره والاستفادة من عائداته، حيث تشير التقديرات إلى أن الحقل يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يمثل رافدا قويا للاقتصاد الفلسطيني. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن قرار تطوير الحقل اتخذ قبل أكثر من شهر في قمة شرم الشيخ بتوصيات من الجهات الأمنية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الإعلان عليه اليوم ليس بالصدفة، بل يأتي لترضية واشنطن بعد الخلاف معها بشأن الاستيطان. إلى حين البدء عمليا في هذا التطوير يبقى الملف غير محسوم، وسط تساؤلات تطرح بشأن حصة قطاع غزة من هذا الحقل، وربط ذلك وفق وسائل إعلام إسرائيلية بإجراء صفقة شاملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. وصل إلى طهران وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والوفد المرافق له أن إيران ستقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأضاف أن جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته يقربان يوما بعد يوم النصر على الاحتلال، ودعا الرئيس الإيراني إلى مزيد من وحدة الصف بين قوى المقاومة. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية صدر لدعم الشعب السوري، وأكد خلال مؤتمر صحفي مع منسق السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في القاهرة أن إلغاء الاجتماع قرار مؤسف. فيما يتعلق بجزئية الاجتماع اللي كان مقرر أن يعقد فيما بين جماعة أعضاء دول جماعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والقرار الذي اتخذ، في الحقيقة هو تطور مؤسف، لأن كنت أعتبر أنه هذه علاقة التي تجمع 27 دولة أوروبية ب 21 دولة عربية هي علاقة عميقة وعلاقة متشعبة وعلاقة يستفيد منها الطرفين، وفي إطار الثنائي تستمر الدول الأوروبية في السعي لتوثيق علاقتها مع الدول العربية استفادة من هذه العلاقات الاقتصادية. استئناف سوريا لمقعدها هو قرار جماعي اتخذ على مستوى الجامعة العربية. موقف شكري يأتي بعد إعلان بوريل أنه جرى تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي كان مقررا عقده هذا الأسبوع بسبب عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. إن آخر اجتماع وزاري بين الجانبين عقد في فبراير 2018 في بروكسل، وكان مقررا عقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي هذا الأسبوع، لكن تقرر تأجيله بسبب عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معربا عن احترامه لهذا القرار السيادي، ولكنه قال إن هذا القرار تم فيما دمشق لم تقم بأي جهد لتخفيف الصراع.
هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اختتم في عمان الاجتماع الثامن للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن. مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قال أن الطرفين اتفقا على استمرار المشاورات بشأن المقترحات والأفكار التي جرى تداولها بهدف التوافق على مقترح تفصيلي يتضمن الأولويات التي حددها الأطراف لهذه الجولة وعلى الآلية اللازمة للتنفيذ. وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى أن مباحثات عمان كان من المفترض أن تمهد لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حكومة صنعاء والسلطات المدعومة من قبل تحالف العدوان. وخلال مقابلة مع الميادين أشار المرتضى إلى أن العملية واجهت عرقلة من قبل الطرف الآخر بعد مطالبته بالسياسي في حزب الإصلاح محمد قحطان محالة دون تنفيذها. عندما أتينا إلى هناك كان المفترض أن يكون هناك حديث عن تبادل الكشوفات وعن بقية التفاصيل التي تؤدي إلى تنفيذ هذه الصفقة، لكن الطرف الآخر كان لديه الكثير من الإشكاليات وبعض النقاط التي أفسحوا لنا أنهم لم يستطيعوا إتمام هذه الصفقة إذا لم يكن هناك معالجة لهذه الإشكاليات وحلول لهذه الإشكاليات. أبلغونا وأبلغوا الأمم المتحدة أيضا بأنهم لن يستطيعوا تنفيذ أي صفقة إذا لم يكن محمد قحطان جزءا من هذه الصفقة. نحن أكدنا لهم بأنه ليس لدينا أي مانع لأن يكون محمد قحطان أن تشمل هذه الصفقة محمد قحطان، لكن بشرط أن يكون محمد قحطان في مقابل مجموعة من أسرانا المخفيين في سجونهم. وأكد المرتضى أنه ليس لدى حكومة صنعاء مانع من إدراج جميع الأسرى وحتى من تبادل الأسرى السعوديين والسودانيين ضمن الصفقة، مشيرا إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات بعد عيد الأضحى المبارك. أخير تم مناقشة كما ذكرت لك بعض الأفكار والمقترحات، لكن في الأخير لم نصل إلى حلول. تم التوافق على أن نأخذ كل هذه المقترحات التي طرحت على الطاولة ثم نعود إلى قياداتنا للتشاور حول هذه المقترحات، وعلى أن نعقد أو تعقد جولة من المفاوضات بعد عيد الأضحى المبارك للفصل في كل هذه الإشكاليات والتوافق. طيب. على صفقة شاملة أو صفقة تشمل ما قد تم التوافق عليه مع توسعتها لتشمل الحلول لكل هذه الإشكاليات. طيب. الموجودة. إلى السودان، حيث قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن أي مبادرات لحل الأزمة يجب أن تحترم سيادة الدولة السودانية، مؤكدا رفض بلاده أي مبادرات تتحدث عن التدخل العسكري الأجنبي فيها. وأكد في مؤتمر صحفي من القاهرة أن اللقاء المقترح بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو سيناقش إيقاف الحرب والعملية الإنسانية والسياسية. هذه القضية قضية سودانية، ومن يريد أن يعالجها لا بد أن يأخذ في الاعتبار آراء الشعب السوداني عبر القنوات بتاعته. طيب، أي مبادرة لا تحترم سيادة الدولة السودانية وأي مبادرة لا تحترم المؤسسات السودانية الوطنية فهي مبادرة مرفوضة بالنسبة لنا. أي مبادرة تتحدث عن دخول قوات أجنبية داخل السودان فيعتبر هذه المبادرة مبادرة احتلالية للدولة السودانية وعدم احترام السيادة السودانية بدون تسمية هذه المبادرات. واعتبر عقار أن الهدنة الساعية لإنهاء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تنقصها آليات التنفيذ. نحن برضو بنحترم الهدن اللي حصلت في اكثر من 5 مرات هي بتنقصها آليات التنفيذ، وانا ذكرت آليات التنفيذ وكيفيه يتم ذلك. نحن في السودان عندنا رؤيه في كيفيه تنفيذ الهدنه اللي هي الآليات اللي بتتبع اللي هي الآليات الامنيه وآليات التامين وتامين المناطق، دي ما موجوده. اذا وجدت واتفق عليها الطرفان فستكون الهدنه فعاله و
وفاعلة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران وضعت تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية على جدول أعمالها. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوكيل وزارة الخارجية في بوركينا فاسو عيسى بورو، حيث أشار إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين وتبادل الوفود. بدوره أعرب بورو عن ارتياحه لزيارة طهران، وأكد على قرار حكومة بوركينا فاسو في إعادة فتح السفارة وأرسال السفير إلى طهران. التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة الصينية بكين، وذلك في دار الضيافة الحكومية حيث يعقدان جلسة مغلقة. وكان بلينكن قد التقى أمس نظيره الصيني الذي أعلن موافقته على الدعوة إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد قواتها سلسلة من الهجمات الأوكرانية عبر ثلاثة أقسام من خط المواجهة في منطقة زاباروجيا، ملحقة خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية. استطاعت قواتنا وتحديدا مجموعة فاستوك شن ضربات جوية ونيرانا مدفعية على العدو وصد جميع هجماته الفاشلة التي شنها على عدة جبهات في منطقة زاباروجيا. ألحقنا خسائر فادحة بالعدو رغم استخدامه ثلاث كتائب تكتيكية معززة بالدبابات والعربات القتالية في هجماته علينا. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يتم تدمير نظام باتريوت واحد في أوكرانيا، داعيا روسيا إلى أن تهيئ مواطنيها لخسارة الأراضي الأوكرانية بحسب تعبيره. أيا كان من يخبرنا في روسيا بأن صواريخ باتريوت الخاصة بنا قد دمرت، في الواقع هي تعمل بشكل جيد، كما أنها تسقط الصواريخ الروسية بأكبر قدر ممكن من الفعالية. لم يدمر أي صاروخ باتريوت. لقد رأيتم جميعا كيف ذهب وفد القادة الأفارقة إلى أوكرانيا ثم إلى الدولة الإرهابية. لقد أتيحت الفرصة للوفد لمعرفة من هو المهتم حقا بالسلام ومن يجسد الحرب. كل ما جرت مناقشته في أوكرانيا كان حول صيغة السلام نقطة بنقطة. أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأشارت المحكمة في بيان إلى أن الوقوف في عرفة سيكون يوم الثلاثاء في 27 من حزيران يونيو الحالي، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. وصلنا إلى ختام النشرة، ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.